Peace be upon you. السلام عليكم. Hello my dear kids. أهلا أبنائي وبناتي براعم الصف الثالث الابتدائي. إن شاء الله النهاردة هنكمل منهج كونكت، هنكمل الوحدة الأولى. عندنا النهاردة lesson 4. نفتكر الأول what was the title of unit 1، عنوان الوحدة الأولى كان إيه؟ العنوان بتاعنا كان I feel happy. I feel happy، فاكرينه العنوان بتاعنا I feel happy يعني إيه؟ يعني أنا أشعر بالسعادة. النهاردة إن شاء الله نتكلم عن lesson 4، الدرس الرابع. What's the title of the lesson؟ الدرس بتاعنا عنوانه إيه؟ phonics. phonics يعني هنتكلم هنا عن الأصوات ونتعرف على صوت جديد إزاي ننطقه. Look at this. كده مع بعض، إيه هو الساوند اللي هنتعلمه النهاردة؟ learn sounds with busy bee. تعلم الأصوات مع busy bee. طبعا busy bee فاكرينها صديقتنا النحلة، تمام. listen and say، عايزنا نسمع الكلمات دي ونقول كمان زي ما هنسمعها. هنتعلم ايه النهاردة؟ هنتعلم نطق الحرفين دول EE and EA. نقول حرفين ايه هما تاني؟ EE وكمان ايه؟ EA. ازاي ننطقهم لما ييجوا في الكلمات اللي هتيجي قدامنا في الامثله دلوقتي؟ قلنا ان النطق بتاعهم بيبقى بزي، شايفين الرمز اللي قدامنا ده اللي هو letter i بجنبين نقطتين كده فوق بعض؟ ازاي ننطق الصوت ده؟ قول معايا كده اي اي. هننطقه ازاي؟ اي، بنسميها long e، يعني اي طويله بطول فيها وانا بنطقها. زي ايه؟ بص مع بعض كده الأمثلة. هنا الكلمات، مثال للكلمات اللي فيها التو letters دول، الحرفين دول اللي هما EE. الكلمات اللي فيها EE زي كلمة feel، فاكرين كلمة feel يعني يشعر، feel happy يعني يشعر بالسعادة. شايفين feel فيها الحرفين اللي هما ايه؟ EE. بننطقهم ازاي بقى؟ E. يبقى اسمها feel 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 happy. بعد كده عندنا كمان كلمة نحلة. نحلة يعني ايه؟ بي. برضو فيها two letters، الحرفين اللي هما e فهننطقهم e b b. نحلة يعني ايه؟ بي. اوكي. كمان عندنا كلمة ينام، فاكرينها؟ ينام يعني sleep sleep sleep. نطقنا الـ EE برضو E. sleep sleep. برافو عليكم، قولوا معايا يلا كده عشان نعرف الصوت ده مع بعض. كمان اللون الأخضر يعني green green. برضو فيها two letters اللي هم مين؟ EE. شاطرين، هننطقها كده green green green. very good. كمان عندنا كلمة يقابل، لما قابل حد صاحبي كده اقول ايه؟ meet. يقابل يعني ايه تاني؟ meet. فيها two letters، الحرفين بتوعنا اللي هما ee، هنطقها كده meet meet meet. تمام، ننطق كده الكلمات تاني مع بعض. يبقى هنا الكلمات اللي فيها two letters e e هننطقهم كلهم. هننطق الحرفين دول ازاي؟ e. زي ايه تاني؟ نقول مع بعض feel happy feel happy. be be. sleep sleep. green green. meet meet. يبقى دي أمثلة للكلمات اللي فيها الحرفين اللي هما EE. طيب كمان عندنا لما الاقي في الكلمة two letters دول، الحرفين دول اللي هما EA، هنطق ازاي؟ برضو التو letters دول، الحرفين دول هيتنطقوا ايه هما كمان زي ما اتفقنا؟ برضو هيتنطقوا long E. E طويلة، فأقول كده E E. زي ايه؟ زي كلمة ورقة شجر. ورقة شجر يعني leaf. قول معايا كده يلا leaf leaf. التو letters اللي هما EA نطقناهم E. يبقى ورقة شجر يعني ايه حلوين؟
ليف. اوكي كمان عندنا كلمة ينظف، ينظف يعني clean clean clean. very good، برافو عليكم. كمان عندنا ال EA في كلمة مشهورة أوي، كلمة يأكل، يأكل يعني eat eat eat. شفنا نطقناها ازاي. وكمان عندنا كلمة لحم، لحمة، لحمة يعني ايه؟ meat meat. الله، طب ما احنا من شوية قلنا ان كلمة يقابل هي كمان اسمها meat، بس في فرق في السبيلنج بتاعها، في فرق في طريقة كتابة الكلمة. لحمة meat فيها two letters اللي هما EA، لكن meat يقابل فيها two letters اللي هما مين؟ EE. اخد بالك كويس من الفرق بين الكلمتين دول، هما نفس الصوت لكن معنى وسبيلنج مختلف. يبقى لحمة يعني ايه تاني؟ meat meat meat. اوكي كمان عندنا كلمة فريق، فريق يعني ايه؟ team team team. يبقى دي أمثلة تانية للكلمات اللي فيها الـ two letters اللي هما EA. يبقى اتفقنا انه EE وكمان EA هننطقهم ازاي في الأمثلة اللي قدامنا دي؟ E. اوكي شوف مع بعض كمان باقي الفوكابولري بتاعتنا، باقي الكلمات المفروض نحفظها في الدرس بتاعنا. كمان عندنا كلمة ايه اللي هتقابلنا دلوقتي؟ كلمة فناء، الفناء بتاع المدرسة بنلعب فيه كورة وكده. الفناء اسمه playground. معايا تاني كده repeat after me، قولوا معايا playground playground playground. كمان عندنا كلمة صديق، صديق يعني friend friend friend. صديق يعني ايه؟ friend. اوكي كمان عندنا طعام، طعام مين شاطر هيقولها؟ ايوه برافو عليكم، طعام يعني food food food. كمان عندنا كلمة جسد اللي هو جسمنا، الجسم اسمه body body body. اوكي نحفظ طبعا الكلمات بتاعتنا كويس جدا. هنا بيقول لنا ايه بقى؟ read and trace، عايزنا نقرأ الجمل دي ونمشي عليها كده زي ما بنقول بنظهر على الكلمات. ده تمرين عندكم في كتاب المدرسة، ابقوا ظهروا عليه، بس احنا هنقرأ دلوقتي الجمل مع بعض عشان نتعود ازاي نقرأ الجملة وكمان ازاي نكون جملة عن الصورة اللي قدامنا. Look at picture number one. نشوف مع بعض كده picture number one، الصورة الأولى. شايفين الأولاد دول بيعملوا ايه؟ لما اجي اتكلم عن نفسي كده وسط صحابي ممكن اقول هنا ايه؟ اقول زي ما احنا شايفين هنا I feel happy. طبعا هما مبسوطين وفرحانين كلهم، فاقول انا اشعر بالسعادة. يعني ايه يا شطار؟ I feel happy. برافو عليكم، repeat after me، قولوا كده معايا I feel happy I feel happy. يبقى لما اجي اقول انا اشعر بالسعادة اقولها ازاي؟ I feel happy. اوكي كمان ممكن اقول ان انا هنا بلعب مع الفريق بتاعي. انا العب، انا يعني I، ويلعب يعني ايه؟ play. يبقى I play. وكلمة مع اسمها with، كلمة مع يعني ايه؟ قولوا معايا with with. وفريقي، فريقي يعني my team. my اي حاجة بتخصني بقول عليها my، فريقي انا، يبقى my team. زي ما خدنا من شوية كلمة فريق يعني ايه؟ team my team. يبقى انا العب مع فريقي او مع فرقتي اسمها I play with my team. I play with my team. Repeat after me. قولوها معايا يلا. I play with my team. I play with my team. يبقى الجملتين دول هقرأهم تاني. I feel happy. I play with my team. اقرأوها كده لوحدكم دلوقتي. نروح بقى على picture number two. Look at picture number two. What can you see here? إيه اللي احنا شايفينه بقى في picture number two؟ مين صديقتنا اللي احنا بنحبها كلنا دي؟ تمام، برافو عليكم. النحلة، النحلة يعني ايه؟ bee. excellent، برافو. bee. هنا النحلة واقفة فين؟ واقفة على الورقة الخضراء. الورقة، ورقة الشجر قلنا من شوية اسمها leaf.
leaf وكمان اللون الأخضر يعني green. فهنقول الجملة دي كده: the bee النحلة is on. on يعني على. on يعني ايه؟ على. the bee is on the green leaف يعني النحلة على الورقة الخضراء. يبقى ازاي اقول الجملة دي تاني؟ the bee is on the green leaف. قولوها معايا كده repeat after me: the bee is on the green leaf. The bee is on the green leaf. اتدربوا عليها وحاولوا تقولوها كده لوحدكم تاني. Look at this picture. شايفين هنا two girls دول أصحابنا الاتنين دول. بيقول لنا هنا أميرة meets. meets يعني ايه؟ تقابل. عشان أميرة مفرد جبنا حرف الاس letter s حطيناه للفعل بتاعنا اللي هو meet. عشان ده زمن present simple المضارع البسيط. أما تكون الجملة بادئة باسم مفرد اجي عند الفعل وازود له letter s. أميرة meets her friend شيرين. friend يعني صديق. قبل أميرة قابلت صديقتها شيرين. repeat after me. يلا نقول الجملة تاني مع بعض: أميرة meets her friend شيرين. أميرة meets her friend شيرين. picture number four. شايفين الأولاد هنا بينظفوا الفناء مليان حاجات كده هما بيحاولوا ينظفوه. قلنا من شوية كلمة ينظف يعني ايه وفيها الصوت بتاعنا اللي هو long e. كلمة ينظف يعني clean. clean فهنقول هنا they clean the playground. they يعني هما. هما الاتنين قول عليهم they. they clean the playground. playground اللي هو ايه؟ الفناء. برافو عليكم. they clean the playground. repeat after me قولوها معايا: they clean the playground. okay. read and trace. كمان نقرأ الجمل بتاعتنا دي. picture number one. بيقول لنا هنا فاكرين النصايح اللي خدناها to be healthy عشان نبقى في صحة جيدة؟ ايوه تمام. it's healthy. it's healthy يعني انه من الصحي. it's healthy to sleep for 8 hours. فاكرين sleep for 8 hours يعني ايه؟ مين شاطر هيقولها؟ yes برافو عليكم well done. نام 8 ساعات في اليوم يبقى انه من الصحي. it's healthy too. قولوها معايا كده: it's healthy too. انه من الصحي يعني ايه؟ it's healthy too. ان انا اعمل ايه بقى؟ sleep for 8 hours. it's healthy to sleep for 8 hours. اتدربوا ازاي تقرؤوها كده معايا: it's healthy to sleep for 8 hours. number 2. eat good food to help your body. ايوه من دي كمان من النصائح عشان to stay healthy عشان نفضل بصحة جيدة. ايه هي بقى النصيحة؟ اننا ناكل طعام جيد. eat. eat. eat يعني ايه؟ يعني كل. eat good food طعام جيد to help your body. help فاكرين help يعني ايه؟ يساعد. برافو عليكم. to help your body يعني عشان تساعد جسمك. your body يعني ايه؟ جسمك انت. eat good food to help your body يعني تناول طعام جيد لتساعد جسدك. eat good food to help your body. نقولها كده مع بعض repeat after me: eat good food to help your body. eat good food to help your body. شطار بقى هم يتعودوا يقرأوا الجمل دي لوحدهم تاني. number 3. ها what can you see here؟ ايه اللي احنا شايفينه هنا؟ ايوه صديقتنا بيزي بي. بي النحلة الجميلة. a bee sits on a leaf. عندنا هنا ايه؟ a bee نحلة. sits. sits يعني تجلس. قاعدة. قاعدة فين؟ على. على اتفقنا يعني ايه؟ on. برافو. on. on a leaf. والليف اللي هي ورقة الشجر. يبقى النحلة قاعدة هنا على ورقة الشجر. اقولها كده: a bee sits on a leaف. repeat after me قولوها معايا: a bee sits on a leaf. A bee sits on a leaf. Okay. Now let's
practice نحل بقى تمرينات على اللي خدناه دلوقتي. نفتكر مع بعض الكلمات. هنا بيقولنا match and say، هنوصل ونقول الكلمة واحنا بنوصلها، واحنا عايزين نتعود ان لما نيجي نحل التمرين ده نحله بالطريقة اللي هوريها لكم دلوقتي، اننا هنكتب الرقم بتاع الصورة عند الكلمة. هنشوف ازاي. number one، ها what's this، كلمة ايه دي؟ مين شاطر يقرأها؟ yes برافو عليكم. كلمة green، green يعني اللون ايه؟ الاخضر. very good برافو عليكم. هنا فين بقى كلمة green هنا؟ ايوه هنا هي لقيناها. طيب ايه الليتر اللي مكتوب جنبها؟ ايه الرقم اللي مكتوب جنبها؟ yes e. طب هعمل ايه عشان احلها بقى من غير ما تبقى اجابتي ملخبطة؟ هاجي كده عند النقطة دي واكتب الليتر e هنا، زي ما شفنا هنا جنب النقطة نكتب الليتر بتاع الصورة. الصورة هنا green رقمها e، فحطيناها هنا جنب النقطة هنا. تمام كده. number two، leaf. leaf اللي هي ايه؟ مين شاطر؟ برافو عليكم، ورقة الشجر. هي فين؟ ايوه هنا اهي. ايه رقمها بقى؟ A. تمام، يبقى هنيجي هنا ونكتب A. very good. number three، who can read this، مين يقرأ الكلمة دي؟ yes برافو عليكم. كلمة team، what does it mean، معناها ايه؟ team معناها فريق. برافو، هي فين؟ اهي. very good، احسنتم. نكتبها كده بقى الليتر دي هنا قدام الكلمة. number four، what's this، ايه الكلمة دي؟ sleep. sleep what does it mean sleep، yes برافو، اللي هو ايه؟ ينام. هنا الليتر بتاعها اسمه b، يبقى نيجي هنا ونكتب b. number five، what's this word، ايه الكلمة دي؟ eat. what does it mean eat، eat يعني ايه؟ يأكل. هي فين؟ ايوه شطار برافو عليكم، اللي هي number c. كده نبقى حلينا التمرين بتاعنا وفي نفس الوقت اجابتنا نضيفة. look at this، write the missing letters، عايزنا هنا نكتب الحروف الناقصة. احنا اتفقنا هنا ان احنا بنتعود ازاي ننطق two letters ee وكمان ea، فدي امثلة للكلمات دي. شوف كل كلمة بقى فيها ee ولا ea. number one، what's this word، اللون ده اسمه ايه؟ برافو عليكم، green. green ايه اللي two letters اللي فيه؟ ee. excellent. number two، ها صديقنا بيعمل ايه هنا؟ بيأكل. يأكل يعني ايه؟ eat. eat two letters بتوعنا ea، اخد بالي اوعى نتلخبط. number three، what's this، دي ايه؟ ايوه ورقة شجر. ورقة شجر يعني leaf. eat two letters بتوعنا هنا ea. very good. number four، ها what's this، ايوه اللحمة. لحمة يعني meat. two letters بتوعنا هنا برضو EA. نحفظ كويس. كمان عندنا number five، what's this، ايه الصورة دي؟ فريق. فريق يعني ايه؟ team. تمام، two letters اللي ناقصين هنا EA. okay. number six، هنا بقى دول ايه؟ بيتقابلوا مع بعض. يقابل. يقابل يعني meet. قلنا ايه الفرق بينها وبين كلمة لحمة meet؟ ان ميت فيها التو ليترز اللي هما اي. تمام كده يا شطار، ناخد بالنا من الفرق بين الكلمات. الاكسرسايز ده كمان موجود عندكم في الكتاب، هو تمرين حلو قوي اننا نعمل سيركل على الكابيتال ليتر. طلعوا انتوا كده، عودوا العبوا كده وطلعوا الكابيتال ليتر وحطوا عليه سيركل، زي مثلا الواي، زي هنا الكابيتال ار. انتوا كملوا كده والعبوا كده معايا عشان تراجعوا الحروف كويس. well done، أحسنتم يا حلوين. أتمنى تكونوا فهمتوا الدرس النهاردة، ولو في أي استفسار تابعوني على صفحة الفيسبوك وعلى يوتيوب وكمان على انستجرام. أي استفسار أنا تحت أمركم، تابعوني نكمل باقي المنهج إن شاء الله. thank you goodbye.